امام العالم انت وضعت كل عرضت كل الحقائق للضوء للشمس، بالذات في الكلمات اللي قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي وملك الاردن وباقي الكلمات العربيه. اصبح هناك موقف عربي واضح تماما من مما يحدث وازاء كلمات انا كنت شايفه كانها كلمه واحده مكرره على للاسف بعض الدول الاوروبيه. فبالتالي مصر ادت دورها على اكمل وجه في هذه القمه، والكل اعترف بدورها المحوري وكل استجاب لدعوتها وقالت كلمتها الواضحه والصريحه بدون مماربه فيما يتعلق بالمعايير المزدوجه والخلل في القيم زي ما قال فخامه الرئيس في المعايير الاوروبيه، التعامل الاوروبي مع الشعب الفلسطيني، ثم الجزء الخاص بالامن القومي المصري، انه لن يتم تصفيه القضيه الفلسطينيه على حساب الامن القومي المصري. يمكن هذا المعنى قرره الرئيس مرتين وبوضوح وكان يعنيه. فبالتالي كان هناك هذه القمه وضعت الراي العام العالمي امام مسؤوليته وهذه موقفه من حكوماته اللي كانت موجوده، من ذبح ابرياء يوميا، من تهديم مستشفيات ومساجد وكنائس الى اخره، من حرب مجنونه، من عقاب شعب قوامه 2.5 مليون نسمه، وحكوماته مصممه على استمرار هذه الحرب في التمسك كما عرفنا يعني انه لازم نبان ختامي يتضمن حق اسرائيل في استمرار حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها وادانه حماس. اعتقد ده كان هيبقى من المستحيل ان يتم ذلك من القاهره اللي لها موقف واضح وموقف تعبر به عن موقف الدول العربيه. فانا اعتقد للاسف بعض الحكومات الغربيه تسير خلف الركب ما زالت تسير خلف الركب الامريكي، وما زالت بالفعل تستطيع ان تاخذ مواقف مستقله الا قليلا منهم. ربما احترم الموقف الاسباني جدا على كلمه رئيس وزرائه، انما باقي الكلمات كانت كلمات معده. وهناك بعد الكواليس في المؤتمر ان بعض الوزراء الاوروبيين يعني همس البعض همس للاخر قد نجحنا، يعني ان احنا نجحنا ما نعملش بيان ختامي وما يطلعش بيان يدين اسرائيل ويطالب بالوقف الفوري للحرب. يعني انا اعتقد انها مواقف كلها مخجله بالفعل، وده بتدل على هذه الازدواجيه اللا انسانيه، مش هنقول بقى ازدواجيه قانونيه ولا لا انسانيه في التعامل مع الشعوب. ما زالت النظره الى شعوب العالم الثالث هي نظره للاسف استعماريه، ونظره وكانه كان هذه الشعوب تنتمي الى عالم اخر يجب تاديبها ويجب عقابها. انما فيما يتعلق باي شيء اخر انت بتشوف المواقف، لو استعرضنا المواقف الاوروبيه واخر حتى تقارير اللي بيدعوا بيها وبتنطلوا بها دايما هي تقارير حقوق الانسان، اين هي تقارير حقوق الانسان الان مما يحدث في غزه او في الاراضي المحتله، او من التصريحات، يعني مش عايز اقول تصريحات، مش عايز اعبر بس يعني تصريحات يعني لا تتماشى حتى مع ابسط القيم الانسانيه في التهديد وفي الدمار وفي يعني ازاحه غزه، وفي يعني ايه يعني مين يحاسب على ده؟ إيه؟ احنا 70% من مباني غزه خلاص دمرت. ما انا بقول كده 70%. اين هو المجتمع الدولي؟ فين هي الولايات المتحده الامريكيه اللي بتسارع دائما؟ صحيح. وفكره انت التورط، انت يعني هل يعني المصالح الأمريكية الآن في المنطقة في حالة التصعيد هذه الحرب أليست معرضة للخطر؟ أليست المصالح الأوروبية الموجودة معرضة للخطر؟ ودينا شفنا بعض كده الجس النبض من إطلاق صواريخ على قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق، أو إطلاق صواريخ من البحر الأحمر. أنت يعني هل ده ما يهددش المصالح الأمريكية الموجودة في المنطقة بما فيها حتى المدمرتين الموجودتين؟ فأعتقد إن هي نظرة العقل أو صوت العقل اللي انطلق من القاهرة يؤكد دائما نحن دعاة سلام وهذا خيار استراتيجي، ولكن ليس معنى ذلك السكوت على ما يمس الأمن القومي المصري او ما يتعلق بقضيه فلسطين، لان دي قضيه امن قومي بالنسبه لنا. احنا دعاة سلام والاخرون دعاة حرب وتدمير وخراب. انا هاخد من دعاة حرب لاني عندي تصريح لوزير الدفاع الامريكي لويد